ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم لأمر شائع بشكل كتير كبير، يمكن كنا عم نحكي عنه كمان تحت اليوم الصبح. اليوم الصبح عم نحكي يمكن عن بقع لونية بتظهر على الجلد مثل الوحمة أو الشامة، منها بيكون من الولادة ومنها ممكن يكون مكتسب مع مرور الوقت. هي بتعتبر حميدة، بس ببعض الحالات النادرة ممكن هي تعطي مؤشر بسيط لأنه ممكن يكون في حالة من سرطان الجلد. صحيح نور، لهيك دائما بنقول مثل ما الأشخاص بينتبهوا على أي شيء بجسمهم إذا بيصير في أي تغيير، كمان الجلد أو البشرة هي جزء مهم ومؤشر. صحيح. وبتعطي أحيانا إشارات لازم نحن نسمعها ولازم نعرف شو هي ونبحث وراها، ما نقول خلاص عادي ممكن شامة ممكن نمش أحيانا بنقول وغيرها، خصوصا أنه بهي الأيام كمان كتر استخدام بعض الأشخاص الليزر والسلاليوم وغيرها من الأشياء اللي هي ممكن تأثر فعليا على الجلد بشكل ضار إذا ما استخدمت بالطريقة الصحيحة. صحيح. عن هذا الموضوع رح نتفصل أكثر ونعرف الأجوبة من ضيفنا المختص طبعا الدكتور عبد القادر حسن وهو مدير مركز الأمل التخصصي لعلاج الأورام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا صباحي، الله يعطيكم العافية. صباح الخير. خلينا بالبداية، نحن لما نقول سرطان الجلد بنعرف أنه هي حالات نادرة، يعني منه منتشر بشكل كتير كبير. وسابقا أهلينا كانوا يقولوا اللي عنده شامات وحسنات كتير هذا شخص محظوظ يعني، فمع التطور الوقت تحس أنه لا، في بعض النقاط لازم فعليا نوقف عنده، مثل الوحمات أو فينا نقول البقع اللونية، يعني في الشامة الوحمة، أحيانا في بقع بتقول لك هي مثلا بعض التصبغات الموجودة على الجلد، إما بنقول أنه لا هيدا الموضوع لازم نوقف عنده شوي. 100% بداية طبعا يعني نحن لازم نطمن قبل ما نخوف، أنه ما أنا كل شامي أو صحيح. كل بقعة تظهر جديدا أو كل تصبغ هي دليل على وجود سرطان، ولكن بالحقيقة أنه هي ممكن تكون مؤشر نحن لازم ننتبه له. طبعا الشامات أو الحسنية أو الوحمي هي ممكن يكون شيء من الولادة فعلا مثل ما قلت، أو ممكن يكون شيء مكتسب. لا تدعو إلى القلق إلا إذا كانت ذات صفات معينة. هذه الصفات أنه نحن في عنا شامة موجودة فجأة نتغير لونه من اللون البني إلى اللون الأحمر الداكن أو اللون الأزرق أو حتى الأسود الداكن، أو صار في عندي فيها علامات لتصبغات دموية أصبحت حوافها غير منتظمة، مشرشرة الحواف كانت منتظمة بشكل دائري أصبحت بشكل غير متناظر. هذه الصفات يجب الانتباه إلى، ومو معناتها أنه صارت هي متسرطنة بس تستدعي مراجعة الطبيب. التصبغات هي شيء مكتسب لأنه نحن شعب ممكن كثير نتعرض للشمس وممكن كثير نتعرض لبعض الإجراءات، وخصوصا مثل ما قلتوا أنه الصبايا هلأ صارت موضة أنه نحن نعمل بعض الإجراءات الجديدة. صحيح. إن كان موضوع مو بس الليزر أو موضوع الهايفا أو موضوع شغلات تانية قد تؤدي إلى تطور جلدي معين. مهم جدا نحن أنه هذه الآفات أيضا أنه ما نأذية، يعني حتى الشامة السليمة أو الطبيعية مهم جدا أنه ما تنجرح أو تنخدش لكن تماما أو يصير في عليها مواد لا. كيميائية أو حرقة قد تؤدي إلى تطورها بيوم من الأيام. إذن مو كل شامة هي سرطان، ومو كل تصبغ جلدي ممكن هو يعطي مؤشر لشيء خبيث. صحيح. لا سمح الله، بس مؤشر أنه أنا أروح راجع طبيبي وأسأله عن هذا الموضوع. نعم. هاي أهم شغلة. طيب دكتور، في بعض أنواع الشامات اللي بنقول هي شامة بارزة، في ناس بيقولوا لك عنده خال يعني حلو. نعم. وما تشيله، في ناس بتقلك لا هي الشامة البارزة لازم نشيلها فورا، لازم نكويها أو نروح لعند طبيب ومتقصلها أحسب وين مكانه وبروزه. صحيح. فمدى صحة هذا التصرف، وهل كل أنواع الشامات البارزة معناته هي سيئة ولازم نشيلها ولا لا لازم نفحصها؟ بس مثل ما حكيت أنه هناك صفات لهذه الشامات يجب الارتكاس إلى أكيد، لأنه إذا كانت منتظمة وهي موجودة من الولادة وما تغير حجمها وما تغير لونها فهي سليمة ويمكن المتابعة فيها، إلا إذا كانت مضايقة صاحبة. هل يوجد مضاد استطباب لاستئصال أي شامة موجودة في الجسم؟ لا، مو استئصال أي شامة يؤدي إلى نكسة أو أنه والله تولد السرطان. لا، إذا مزعجي صاحبة منشيلها، إذا ما أنا زعجته أو بمكان جمالي ممكن نخليها، بس بنخاف أنه هذا المكان هل هو مكان معرض بشكل دائم للشمس؟ هل هذا المكان ممكن أن يكون في عليه تعرض لمواد كيميائية أو مواد مخرشة أو جروح دائمة بالإيد بالوجه؟ هاي القصص لازم انتبه لها أكثر من غيرها. فإذن الشامة صحيح هي شيء موجود، بس أنا كمان لازم انتبه له أنه ما يتعرض لمؤثرات خارجية قد تؤدي إلى تبدل وتغير مع الأيام. شكل الشامة إذا كانت بارزة أو متقرنة أو
أو مرتفعة عن الجلد أو على سوية الجلد لا يدل على أنها هي شانة قد تؤدي إلى التسرطن في المستقبل. التغير اللي بصير على شكله هو اللي بيعطيني مؤشر، الشكل الثابت لا يدعو إلى القلق أبدا. طيب دكتور خلينا نحكي عن المقع اللونية اللي ممكن تظهر أو تكون وحمة، وفي شيء بالعامية نحن بنسميه التالولة أو التوليم اللي هي بتطلع بفترات معينة أو عند بعض الأشخاص. تمام. كمان هي بتعطي يعني إذا بدنا مؤشرات. خلينا نحكي عنها شوي، وإيمتى هي المقع اللونية اللي وحمة وأحيانا مش وحمة فجأة بتطلع يعني عند الشخص؟ صحيح. ممكن تكون إلى مؤشر ولا لا؟ التصبغات أو البقع الوحمية هي عبارة عن مشكلة وعائية. وعاء بيعطي هذا اللون تحته عندما يشكل تشوه معين تحت الجلد في طبقة الأتمية يؤدي إلى تصبغ على الجلد بهذا اللون، فلذلك نحن بنسميها بهذا الشكل. الثقلول هو إصابة فيروسية مجهولة المنشأ وبتظهر وممكن تكبر، ولكن هي ليست خبيثة. صحيح إنه هي انقسام غير طبيعي للخلايا، متعريفها مثل تعريف الخلية السرطانية، ولكن هي ليست خبيثة. وطبعا علاجها بيكون عن طبيب الجلدي، إما بالكي أو ببعض المواد الكريمات اللي بتنعطى عليها أو بالآزوت السائل. كل هدول الشغلات ممكن تتعالج فيها الإصابة الثقلولية ولا تدعو إلى القلق. بس مهم جدا أنه نربط أسبابها أيضا، لأنه قد تكون مرتبطة بموضوع نقص مناعي، إصابة فيروسية، إصابة جهازية. أحيانا قد تكون مؤشر اللي بتشبه التالولة كتل جلدية زائدة كمان يكون إلى مؤشر كلا ما العلاقة كمان؟ لا بصراحة ما نزات مؤشر، لأنه قد يكون زيادة ارتكاس الدهون أو الشحوم في هذا المكان فممكن يعطيني هاي الإصابات الدهنية اللي موجودة على الجلد، لا تدعو القلق. تعريف سرطان الجلد واضح، هو انقسام غير طبيعي للخلايا الموجودة إن كانت بشروية أو صباغية. بشروية مثل البسيسي والإسيسي اللي هن القاعدة الخلايا وشائك الخلايا، هدول يمكن السيطرة عليهم لأنه يمكن كشفهم بسهولة فورا، تقرن جلدي بمكان معرض للشمس بروح براجع الدكتور بستأصل يعطيكم العافية خلصنا. أما الميلانوما اللي هي ورم الخلايا الصباغية الميلانينية، هذا الموضوع اللي نحن مننبه عليه لأنه هذا يعتبر من أخطر وأشرس أنواع السرطان الميلانوما، لأنه بيجي بشكل شامي ما بيرتكس للإنسان، فبتكون هي عم تعمل انتقالات وانتشار بقلب الجسم وهو فكر أنه بس عنده شامي صغيرة ظهرت بشكل جديد. كل شامي مريبي أو مثير للقلق تستدعي مراجعة الطبيب. شو هي صفات هذه الشامي المريبي؟ ظهرت فجأة أو كانت موجودة وتغير لونها وكبر حجمها وصار لونها من بني إلى أسود أو توتي أو أحمر قاني، هذه الصفات تستدعي مراجعة الطبيب. ظهور عدد كبير من الشامات في مكان واحد بلون أسود فجأة مهم جدا وضروري جدا أنه نفحص حالنا. الميلانوما ما كتير متعلقة بالشمس، ممكن تظهر بأي مكان، ممكن تظهر بين الأصابع، ممكن تظهر في المناطق التناسلية، ممكن تظهر في أماكن ما أننا شايفيننا بالظهر. فدائما الإنسان لازم يضل عم يعمل تشيك أب على نفسه ويتابع التغيرات الموجودة بجسمه. هاي القصة اللي نحنا حابين نركز عليها. طيب دكتور حسن، كمان في أشخاص بيخلقوا ما عنده مثلا نماش بعد فترة من الوقت بيطلع لهم، في ناس بلاقي بكل جسمه، في ناس بأماكن متعددة أو معينة مثل ما بنقول، هل له تأثير؟ هل كمان لازم يراقبوا هنن إذا خف أو زاد وارتباطه بالشمس وغيره؟ هل ممكن يكونوا هنن أكثر عرضة مثلا للإصابة بسرطان الجلد أو لا؟ الجلد هو عضو مهم في الجسم وهو الأكبر مساحة، فدائما أي عرض يظهر على الجلد يجب الانتباه له، لأنه قد يكون عرض لمرض آخر. تمام؟ مثل التصبغات، مثل النمش، مثل ظهور شامات، جفاف في الجلد، نزوفات في الجلد، الفرفوريات اللي نحن بنحكي عنها اللي هي البقع الحمراء الصغيرة، مو بس النمش، كل هذه الأعراض تستدعي أنه أنا أقول أنه جسمي عم يعطي عرض لشيء معين. النمش طبعا هو مرتبط بطبيعة الجلد، لأنه في ناس بصير عندهم في ناس ما بصير عندهم. هل هن أكثر عرضة للتسرطن؟ لا، لا يوجد دليل على أنه الأشخاص بصير عندهم نمش أكثر هن أكثر عرضة للتسرطن، هن أكثر عرضة للمشاكل الجلدية. هذا الموضوع أكيد بده يستدعي مراجعة الطبيب لإعطاء بعض العلاجات اللي بتخفف هاي التصبغات اللي عم تصير. مثل ما قلت لكم هي بتكون عرض لشيء معين، إما مرض جهازي أو مشكلة جهازية أو نقص في فيتامين معين. القصة كثير بسيطة ممكن كشفها، وعن طبيب الجلدية أو طبيب الداخلي ممكن إعطاء الدواء المناسب. أحيانا بنقول أنه الانتباه إلى ظهور آفات مشابهة للنمش بفكرة أنه السيدة أو السيد أنه هي نمش، ولكن قد تكون هي تبدلات صباغية ميلانينية تستدعي مراجعة الطبيب، قد تكون دليل على وجود كانسر مثل ما حكينا اللي هو الميلانوما. أنا اللي بهمني من هذا الحديث أنه أي تبدلات في الجسم تطرأ واضحة
نراجع فيها طبيبنا، لأنه هو الأقدر على تقييم هذه الآفة أو هذه الشامي أو هذا التصبغ وتطميننا. مثل ما حكينا ببداية الحلقة، مو كل شامي هي سرطان، ومو كل تصبغ هو سرطان، ومو كل وحمي بدها تتسرطان. هذا الموضوع موضوع شائع وموجود عند معظم الأشخاص. نحن ما جايين نخوف، جايين نطمن، بس بنفس الوقت تابعوا هالقصص، شوفوا هالتغيرات اللي عم تصير بجسمنا وراجعوا الطبيب بالوقت المناسب. الحمد لله في علاجات، في تطور، في حداثة في التشخيص، كل هاي القصص عم تساعدنا بالتشخيص المبكر والعلاج المبكر. بس للأسف لما نقول كانسر يعني دائما مرتبطة هي الكلمة سرطان بمفهوم يا الموت يا الحياة، يعني يا البقاء، فدائما بيكون في حالة من الخوف عند جميع الأشخاص. خلينا نحكي في حال تم الكشف عن سرطان الجلد فينا نقول بالمراحل المبكرة، يعني تمام. فعليا كان في تغير ببعض، إذا قلنا شامة أو أي صحيح. تغير صبغي لوني على الجلد، وتمت استشارة الطبيب، شو الإجراءات اللي بتقوموا فيها؟ هذا هو الكلام. الاكتشاف المبكر قديش بيأثر فعليا على العلاج، لأنه بنعرف هو السرطان انتقالي وبينتشر بشكل كتير كبير، وأحيانا بيصير انتكاسات بعد الاستئصال. 100% سرطان الجلد من السرطانات التي يمكن كشفها بشكل مبكر، لأنه فورا ظهرت حبة بشكل مباشر، أو في حبة أو شامة كانت موجودة وتغير لونها وشكلها، استدعت مراجعة الطبيب اكتشفنا. كثير سهل نكتشف هاي الانواع، خصوصا قاعد الخلايا وشائك الخلايا، لانه هاي كثير بتجي بالاماكن اللي معرضه للشمس، ومعظم الرجال او السيدات اللي بيكون في عندهم هذه الشامة او الحبي معرضه بشكل دائم للشمس، بقول لك تغيرت، صار فيها تقرح، صارت تنزف، راجعت الطبيب، هذا اكتشاف درجه اولى، يتم استئصال هذه الافه مع حواف سليمه وبس، بتطمن انه هذا السرطان انتهيت منه، ولا علاج كيميائي ولا علاج شعاعي ولا عمليه جراحيه واسعه. ممتاز. لانه يكتشف بسرعه. مشكلتي بس مع الميلانوما. الميلانوما مثل ما حكينا انه هو سرطان خبيث سريع الانتشار، بيجي بشكل شامي وبتتبدل شوي شوي ولا يرتكس صاحبها لهذا المنظر، فمما يؤدي الى الانتشار الى العقد، وما لا سمح الله الانتشار الى الاماكن الاخرى مثل الرئتين او الكبد او العظم او حتى الدماغ. طبعا تطور العلم الحمد لله رب العالمين خلاني اطمن اكثر وطمن الناس، حتى لو كان سرطان الجلد انتقالي الان صرنا نشوف حالات شفاء تام. هذه الحالات نتيجه اكتشاف الطفره التي ادت الى تكون هذا السرطان عند هذا الشخص. الميلانوما بيعتمد على طفره اساسيه اسمها البيراف موتيشن، اذا كانت البيراف موتيشن بعطي دواء اسمه زولبراف، النتائج عم تكون شفائيه. بعض الشغلات الثانيه بموضوع المناعه، اذا اكتشفنا العامل المناعي الذي ادى الى تكون هذه المشكله، عم نعطي مضاد لهذا العامل عم يطيب المريض. بشائك الخلايا اذا كان في انتقال الى الناحيه العقديه يفضل استئصال الافه الجلديه والعقد المصابه، نفس الشيء بالميلانوما. هذول القصص بتحدد طبيعه المرحله النسيجيه، شو هي المرحله السريريه الموافقه لها، شو الاجراء اللي بدي اعمله، كان جراحه او اشعه او كيميائي او حتى مناعي. الافق جيده، النتائج عم نشوفها احسن، الاستجابات عم تكون افضل، تطور العلم اكيد عم يساعدنا. اكيد. طيب دكتور خلينا نقول نصيحه اليوم لبعض الاشخاص اللي هلا نحن مقبلين على فتره الصيف، لكان ومثل ما قلنا في كثير عالم مثلا بتقول انا ما بحب روح على البحر او ما بحب روح على المسبح، بحب اخذ جلسه تكفيني لحتى اغير لون جسمي. قد ايه ممكن يكون في اضرار لاستخدام هي الاشعه، وخصوصا بيرجعوا بيتعرضوا بعدها للشمس بشكل طبيعي بالشارع؟ يعني 100% تعرضنا للشمس دائم. نحن ناس بنحب نقعد برا، طبيعتنا بنحب حتى نفتح البرندات وفوت الضوء وخلي الشمس صحيح. لكن هذا الشيء جيد، ولكن بساعات معينه وبمراحل معينه. حتى اللي بده يروح على البحر لازم يختار الساعات اللي بده يروح فيها تحت الشمس وتعرض للاشعه فوق البنفسجي، ويستعمل الواقيات الشمسيه. كلاتنا معرضين لهذه المشكله، حتى اذا ما رحنا على البحر او عملنا جلسات برونزاج او اي برونزاج او اي شيء اخر، نحن معرضين بالمشي بالكذا للتعرض لاشعه الشمس، واللي ممكن تحرض بعض الافات. ولكن مهم جدا انه انا اذا في عندي معرفه انه انا راح اتعرض لهي الاشعه بفترات طويله، استخدم الواقيات الشمسيه. موضوع بسيط واجراء بسيط يقينا من مشاكل كثير بالمستقبل. هذه المشاكل ما بنشوفها هلا على فكره بالشباب او بنروح بنشوفها بالاعمار الكبيره، وقت الشخص بصير في عمره فوق الستين وفوق السبعين ممكن انه تظهر هذه المشاكل التراكميه لتعرض للاشعه الشمسيه. فخلينا ندير بالنا على حالنا من هلا، ونستعمل الواقيات اللازمه، ونضل عم نفحص جسمنا بالكامل.
خليني اوقف عند هي النقطه ونختم فيها. اهميه الكشف بشكل مستمر والاستشاره، يعني بحال فعليا انا لقيت بقعه لونيه غريبه على جسمي او فعليا تغيرت لون الشامي او المحمي، قديش مهم استشاره الطبيب من البدايه لاكسب صحتي. مهم جدا. المراقبه هي طبعا ما انا انيه بحيث انه انا ضل عم اراقب هاي التغيرات لفتره معينه، اذا عم اشوف هاي التغيرات بعيني، وانا يعني بنصح دائما انه اذا في عندنا شامات ظهرت او شامات معروفه انه نحتفظ بهذه الشامي بصوره، يعني خلي صوره مشان انا اشوف هاي الصوره مثل دليل بالنسبه لي، وصير اعمل مقارنه بينه وبين الصور الجديده اللي عم تتطور فيها، وحس اذا في تبدل ولا لا، وفرجيها لطبيبه، لانه احيانا بيجوا المرضى اللي عندنا بيوصفونا انه والله كانت هيك وكانت هيك، في عندك صوره لا، بقول لي لا، يعني ما غلط انه نحتفظ بصوره لشامي موجوده بجسمنا او وحمي او تصبغ جلدي معين، مشان اذا صار عليه تغير اقدر انا بدايه يعني احدده، والطبيب اللي قدامي يقدر كمان يحدد التغيرات اللي صارت عليه ويطمني هل هي تبدلات سليمه او تبدلات خطيره. اكيد. يعني بختام حديثنا بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا. امين يا رب العالمين ان شاء الله.